الله يسلمك. أنا ولدت في سنة 1955 في مدينة المحرق في منطقة يسمونها استيشن العتيج باللغة العامية الدارجة، واللي هي تعني محطة السيارات القديمة. استيشن، استيشن جاي من كلمة ستيشن، العتيج يعني القديم. زين. ولدت من عائلة كانت أثناها يعني كان في عندي ثلاث أخوة أكبر مني، ومن بعدي جو اثنين من الأخوة وجو اثنين من الأخوات، فإحنا المجموع سبعة من الأخوة، اثنين اختارهم الله وثنتين من الأخوة، كنا تسعة المجموع. والدي كان لما ولد كان سائق سيارة أجرة، ووالدتي طبعا الله يرحمهم اثنينهم، وكان البيت في عدد كبير من الناس، في عمي كمان ساكن معنا، اثنين من اعمامي ساكن معنا، وجدي، وعندنا اخ غير يعني اخ خلينا نقول مش اخ غير شقيق، ولكن اخ كان ابوه توفى وهو صغير، يصير ابوه يصير عم ابويا، فابويا هو اللي رباه يعني، فكان معانا في البيت كاخ يعني، فكنا ثمانيه ابناء واثنين بنات. ولدت في هذه المنطقة، وطبعا نشأت في الفريج مثل ما نقول احنا، في الحارة انزين، نلعب الألعاب القديمة، الصعقير، الخشيش، القليين، الماطو، هالأشياء هذه انزين. وبعدين دخلنا المدرسة، دخلت مدرسة عمر بن الخطاب اللي حاليا يسمونها عمر بن الخطاب، كانت في السابق تسمى المدرسة الشمالية بالمحرق الابتدائية للبنين. درست فيها سنوات الابتدائي كلها الستة، وبعدين انتقلنا الى مدرسه الهدايه الخليفيه. مدرسه الهدايه الخليفيه كانت اثناها مدرسه اعداديه ثانويه، احنا كنا اخر دفعه للمرحله الاعداديه، يعني خلصنا الصف الاول اعدادي، القوا الصف الاول اعدادي، رحنا الصف الثاني اعدادي في مدرسه الهدايه، بعدين سنه الصف الثاني اعدادي القوه، اثناها ما كان في ثالث اعدادي، فانتقلنا الى اول ثانوي. من بعد ما انتقلنا احنا اول ثانوي، المرحله الاعداديه في مدرسه الهدايه القوها خلاص، فصارت مدرسه ثانويه. طبعا في السابق كان في اقسام علمي وادبي وتجاري، ما أعرف إذا الوضع ما زال نفس الشيء ولا، بل دخلت أنا القسم العلمي واستمرت القسم العلمي لأن تخرجت بالتوجيه سنة 1972. تخرجت الحمد لله، كانت نتائج طيبة وكان أداء جيد، كنت أحب المدرسة وكنت يعني مهتم في المدرسة، مش إنه خلنا نقول واجب ولا شيء، لكن كنت أحب المدرسة وعندي أصحاب في المدرسة ونروح نتزاور وكذا كذا. بعدين لما خلصنا المدرسة رحت الجامعة، رحت درست في جامعة حلب في سوريا، وكنت رايح أساس أدرس هندسة. صارت بعض الإشكاليات في مسألة القبول، ولم أقبل في كلية الهندسة، لأن كان عندنا كرسيين فقط لطلبة البحرين، والكرسيين أعطيوا لناس غيري، واحد منهم أخوي الله رحمه توفى، وشخص آخر، والسبب أنه على حسب الرغبات، أنا رغبتي كانت يعني خلينا نقول فيها عدد كبير لهم، كنت طالب أنا هندسة معمارية. المهم لم أقبل في كلية الهندسة، قبلت في كلية العلوم الاقتصادية. طبعا أنا رايح أدرس هندسة، والوالد على علم أن أنا رايح أدرس هندسة، فلما لا أدرس هندسة الواحد يعني يحتار، وإحنا طلاب صغار فكنت أريد أتكلم مع الوالد وأخذ رأيه أنه أرجع البحرين وأروح محل ثاني، أروح مثلا كان أيامها بونة في الهند معروفة ومشهورة، كانت بغداد معروفة ومشهورة للدراسة، والقاهرة أيضا كانت معروفة، فقلت أتكلم مع الوالد وأخذ رأيه أنه يبعث لي تذكرة العودة، لأن إحنا رحنا بتذكرة ذهاب فقط، يبعث لي تذكرة العودة على أساس أنه أرجع البحرين ومن بعدها أروح أشوف مكان ثاني عشان أدرس الهندسة اللي كان يعني المجال اللي كنت أحب أدرسه. بس ما كان في تليفونات عندنا طبعا عشان اكلم الوالد، الموبايلات هذه ما كان لها ريحه بهذا زين، والخط الارضي صعب الاتصالات الدولي، واصلا ما كان عندنا خط ارضي، يعني احنا كنا طلاب فقراء بمعنى الكلمه زين. الحل الوحيد انك تروح مكتب البريد العام وتطلب مكالمه دوليه، فكنت اروح مكتب البريد لمده شهر كامل يوميا الصبح الساعه 9 اطلب مكالمه من البحرين، وطبعا تستنى دورك، وفي عشرات من الناس مستنين مكتب البريد يريدون يعملون مكالمات دولية. بعد مني صوتوا عليك محمد عبد الله روح كابين رقم 4، خالد يوسف كابين رقم 6، وهلم مجرى أنا اسمي ما يطلع، شهر كامل روح أتابعهم، أقول والله صعب الحصول على الخط للبحرين، لأن المكالمات كانت تحصل أما عن طريق لندن أو عن طريق باريس.
بعد فترة بعد أسبوع هلون يقول لك عبد الكريم بوشيري كابين رقم 2، تروح هلو 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 على صوتك ما في جواب، المكالمة ما توصل إنزين، ترجع. المهم بعد شهر قدرت إن أحصل الوالد، وبصوت عالي كنت أتكلم، يعني كنت حاشر المحل بالصوت عشان يسمعني والدي. قلت له يا والدي الموضوع كذا كذا كذا، الحين صار لي شهر أنا جالس متردد، أداوم في كلية العلوم الاقتصادية بس يعني مش بدوام الملتزم زين، لأنه مش عارف حرجع ولا حواصل إنزين، بس عشان ما يضيع الوقت عليه تأداوم شوية. فمفضلك أريد تبعث لي تذكرة عودة عشان شو اسمه. طبعا الوالد كانت حالته المادية صعبة، وأحرج إنه يقول لي أنا ما عندي فلوس أدفع لك تذكرة. فقال لي يا يبا أنت حين وصلت هناك تدرس ادرس أي حاجة مش مشكلة إنزين، المهم ترجع بالشهادة الجامعية، لأن أيامها طبعا في البحرين كان قليل في عدد من الناس اللي يدرسون جامعات يتخرجون من جامعات، فبالفعل أي مجال كان مرغوب وأي مجال كان ممكن يحصل عمل في البحرين. فطبعا بهذا الكلام اضطريت استنى في حلب وادرس كليه في الكليه الاقتصاديه. بعدين بعد كم شهر حبيت الكليه، حبيت المواد، حبيت الكليه، والحمد لله ابدعت فيها والله الحمد من غير فقد. تخرجت الاول على على على, 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 على دفعتي يعني زين. انا دخلت في قسم الاقتصاد من كليه العلوم الاقتصاديه والحمد لله تخرجت الاول على الدفعه. رجعت البحرين، اشتغلت اول ما اشتغلت في وزاره الماليه، و أعهد إلي أن أمسك قسم التقاعد العسكري. كان لسه قانون التقاعد العسكري صادر إنزين، كان في تقاعد المدني، بس التقاعد العسكري كان لسه جديد صادر طازة مثل ما نقول. نعم، فالله يرحمه إبراهيم، الله يرحمه اسمه إيه، جاسم مطوع وكيل وزارة مالية، كان كلم الأخ عيسى برشيد اللي يكن له كل الاحترام، وطلب منه أن نأسس القسم، لأنه كان صندوق التقاعد العسكري تابع لوزارة المالية. فاتصل فيني الأخ عيسى برشيد، وأنا أتذكر كنت أشتغل في قسم التخطيط، القسم اللي كنت حاب أن أشتغل فيه لما له من مستقبل مثل ما يقولون. فاتصل فيني قال لي والله طلع قرار اليوم قانون التقاعد العسكري، وعهد بالتقاعد العسكري أنه يكون من ضمن وزارة المالية، ونريد أحد شاب يعني متخرج حديث عنده علم بأمور الاقتصادية شوي والمحاسبية، ونريدك أنت تمسك القسم هذا، تنشئه وتمسكه إن شاء الله. أعطاني القانون، كان القانون يتكون 45 مادة، حفظتهم عن ظهر قلب يعني إنزين، ما كان عندي القانون، ما كان عندي أي شيء آخر إنزين. وبعدين شوي شوي ابتدينا نقسم نأسس القسم، وظفت لي شخصين في القسم، وابتدينا عملنا الحسابات ونظمنا الدفاتر، وابتدينا انطلقنا في سفن في قسم التقاعد العسكري. والحمد لله بعدين طبعا كبر القسم، وفي النهايه تحول الى صندوق التامينات، وما زال القسم موجود. طبعا لي ذكريات جميله جدا جدا في هالقسم. المواقف المؤلمه اللي حصلت لي، كان في قانون التقاعد العسكري انه لما احد يتوفى يوزع شو اسمه المعاش التقاعدي على خلينا نقول ذوي الصله، يعني الزوجه تاخذ 3/8 الراتب، الولد الاولاد ياخذون 4/8 الراتب، الاخوه والاخوات ياخذون 8 الراتب، وهلم جرى. انزين اتذكر في بدايه القانون جاني، انا جالس جاني واحد شايب عمره تقريبا 80 سنه، ما يشوف شوي يعني بعصاته، ماسكه ايده بنت، الظاهر انه كانت بنته ولا بنت ابنه ولا حفيدته ولا شيء، ماسكه. دخلت عليه، السلام عليكم، وعليكم السلام، تفضل يا حجي. قال خير؟ قال لي والله انا ابني توفى في حادث في قوه دفاع البحرين، وكان عسكري توفى، وصار يمكن 4 شهور مشتغل في شو اسمه في الشاب، توفى، سقطت عليه السياره وهو يشتغل ميكانيكي، سقطت عليه السياره وهو يشتغل تحت وتوفى. فقال جايين نشوف ايش الحقوق، ايش الراتب، وهذه هو كان معيننا الوحيد. قلت له ان شاء الله راح نشوف الحسابات وراح اكلمك ان شاء الله. راح اتصلنا بالجهد العمل ماله عشان يعطونا الاوراق ماله، وبالفعل جات الاوراق. كان الشاب متوفى مشتغل 4 أشهر في من ضمن التقاعد، فما حقه في الراتب كان بسيط، يمكن اتذكر كان حقه اقل من 30 دينار. لما نقسم المبلغ هذه على المستحقين من ورثة من الزوجة والأولاد وهذه، كان أبوي يطلع له راتب يمكن 2600 فلس أو 2800 فلس يطلع له إنزين. فطبعا اتصلت فيه عشان يجيني ويقول لي إنزين ها بشرني يا ولدي إيش حقوقي. قلت الحين هو جاي ضرير وجاي مع ابن، جاي بتكسي، كان ساكن منطقة الحالة، يعني كنت قدرت أن التكسي راح يكلفه بين 800 فلس إلى دينار، ويرجع دينار دينارين، وجاني مرتين هذه 4 دينار، وراح اقول له معاشك دينارين، يعني راح يقمع عليه، وابنه متوفي، فيعني ما قدرت اقول له.
فقلت له عن ابنك بس لحظه خليك ابيك. رحت حق الله يرحمه مدير اسمه علي نور، الله يرحمه علي نور من من من, من الناس اللي يعني ما في اطيب منهم البحرينيين الاصيلين. قلت له استاذ علي انت مديري وعندي هاي المشكله، انا مش مستعد اقول حق هذا الشخص انه انت حقك في المعاش دينارين و400 فلس، راح اجيب عندك. هو فوق كان في طابق اعلى مني، قلت له راح اجيب لك، كنت خبره. قال لا يا كريم ايش خبره، شو خبره انا انزين كنت المشكله على راسي. قلت له هاي مش مشكله، هذه واقع انزين انت تخبرني. قال لا لا. قلت له انزين، قال لي فخلنا نفكر في شيء ثاني. قلت له ان شاء الله نفكر شيء ثاني. اذا رجعت حق الشخص قلت له خلاص ارجع البيت وانا بكون على اتصال معك مره ثانيه، لا تجيني انت، احنا بنجيك البيت ان شاء الله انزين. ما علي يا ابني بس احنا محتاجين حق هذه عشان المعيشه وكذا. قلت له ان شاء الله لا شيء اسمه، لا تحمل هم بنجيك بسرعه. فكرنا بعدين كان في عندنا لجنه ثلاثيه من وزاره الداخليه وزاره الدفاع وزاره الماليه، كان يمثل وزاره الماليه الاستاذ علي نور، ووزع يمثل وزاره الداخليه اثناها كان العميد احمد عبد الرحمن ابو علي، ومثل وزاره الدفاع اثناها كان الرائد حميد الصيرفي. فهاي اللجنه اجتمعت اسبوعيا مره عشان نتداول في الامور القائمه بالنسبه حق موضوع التقاعد العسكري. فلما وصلنا طرحت عليهم الموضوع، قلت لهم يعني في ناس تستحق مبالغ زهيده جدا جدا وانا ما اقدر، هل في طريقه نعمل نقدر نعملها؟ اي مستحق في 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 معاش تقاعد لازم يحصل مبلغ حد ادنى، واتفقنا ان الحد الادنى يكون 40 دينار. طبعا هذا يحتاج لمرسوم اميري اثناءها من الشيخ عيسى الله يرحمه. زين رفعنا كلجنة الأمر إلى الشيخ عيسى، وفي أسرع من البرق جات الموافقة. طبعاً الحمد لله تقول لي الحين 40 دينار غير دول دينارين. زين فرحت له، أتذكر رحت للبيت في 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 الحالة. زين طبعاً أولها ما كان في جوجل وما أدري شنو، تسأل بس بالسؤال وين بيت فلان، وين بيت حجي فلان، وين. المهم وصلت عند البيت قلت له الله يسلمك يا شيخ، هذه راتب التقاعد 40 دينار، صار لك 3 اشهر فلك 120 دينار، تعال بكره عشان تاخذ المستحقات. طبعا فرح واستانس شكرني وكذا كذا، المواقف الطريفه اللي حصلت في شو اسمه في التقاعد العسكري. المهم بعد التقاعد العسكري طبعا كان في طفره البنوك، هاي كان الكلام في 1977، طفره البنوك والبنوك قاعد تفتح وكذا وكذا. في احد البنوك فتح يعني حديثا كان اسمه البنك السعودي، هو بنك سعودي بس اسم البنك السعودي الفرنسي. انزين هو بنك سعودي فرنسي، الموظفين ماله كله يعني من البحرين واجانب. فقلت انا ليش ما اجرب حظي واقدم عندهم، لان البنك جديد. قدمت عندهم، كان في شخص مسؤول عنهم اسمه طلعت عثمان، الله العالم حي ولا ميت، ان كان حيا فالله يكرمه وان كان ميت فالله يرحمه. المهم رحت سويت مقابلة معاهم، وطبعا عرضوا علي الوظيفة رأسا مثل ما قلت لك أول، ما في خريجين يعني تروح تدور شغل 6 أشهر. عرض علي وظيفة متدرب executive training، متدرب تنفيذي. إنزين قال ندربك لمدة سنة بعدين نحطك في القسم المعين، والراتب كان مرة ونصف عن الوزارة. يعني كنت وزارة المالية لما وصلت قدمت العمل كان راتبي 196 دينار، وهني عرضوا علي 345 دينار. طبعا فرق كبير يعني زين لا يقاوم بالنسبه حق واحد شاب. زين فرح قدمت استقالتي لوزاره الماليه. من قبلها انا مرتين قدمت استقالتي لوزاره الماليه عشان اروح محلات ثانيه، بس كان الوزير الله يطول في عمره ابراهيم عبد الكريم متمسك فيه، يعني شاف فيني في فيني يعني امل. زين يعني اتذكر مره حصلت وظيفه في الفندقه، في الفندقه اكون مدرس، وطبعا كانوا بيبعثوني الى لندن عشان ادرس سنه واحده زياده باللغه الانجليزيه. طبعا كان حلم حياه بالنسبه لي اني اروح لندن ادرس سنه زين في 77. زين بس طبعا ما صار، لان الوزير وزير الماليه الله يحفظه رفض نقلي الى لان كانت الفندقه تابعه لوزاره التنميه والصناعه، فرفض وما صار الامر. المره الثانيه حصلت وظيفه مساعد مدير شؤون الموظفين في شركه اسري، وايضا رفض الوزير واتصالات كذا ما اخذوني. زين فيعني هالمره لما قبلوني في البنك السعودي كنت متحرص جدا يعني اخفي الموضوع عن كل الناس. بس قلت حق والدي، قلت له اذا الوزير كلمك، والدي كان عنده اثناءها طلع من من من, من سيارات الاجره، خل يعني ترك مهنه سيارات الاجره وفتح له محل تأجير السيارات. فقلت له اذا اتصل فيك، لان ابراهيم يكون يعرف والدي من بعيد، قلت له اذا اتصل فيك الوزير قل له ان انا بشتغل معك، انت كبرت الحين في السن وبيك اشتغل معاك كذا كذا.
وبالفعل هذا اللي حصل. الوزير كل لما قدمت استقالتي سألوني وين بتروح، قال أنا تبغى أشتغل مع الوالد. فلما نشسمه لما ناداني الوزير قال لي بتروح تشتغل أنت يا يبا يعني شاب مستقبل أمامك وزارة المالية كذا، كانت تروح تضيع نفسك في تشتغل في محل تأجير سيارات صغير، خلي والدك يجيب لي أي عامل أي موظف أي شيء يشتغل. أنت خليك في الوزارة. قلت له والدي كبر، زعلت نفسي وكذا. والدي مثلت المسرحية مثل نقول كويس. قلت له والدي محتاج لي وأنا بيوقف معه وحاب الشغلة هناك كذا كذا. قال اوكي خلاص ما عندنا حل يعني ما وافق. طبعا رحت اشتغلت في البنك السعودي، استقبل لانه كان اخوي يشتغل في الوزاره بعد، اخوي اللي اكبر مني هو عشان اسمع لي يشتغل في الوزاره، استخبر الوزير ان انا اشتغلت في بنك ما رحت مع والدي. فنده لاخوي علي قال له قول لاخوك عبد الكريم انا ما بحبش الكذابين، كذب علينا وراح. الله يوفقه مكان ما راح، بس انا ما احب الكذابين. زين إن شاء سوبي لو قلت لكم الحقيقة راح تمنعوني من الخروج أو توقفون شو اسمه. فالمهم اشتغلت في البنك السعودي لمدة سنتين الحمد لله كمتدرب. طبعا كان الدافع الأساسي للتنقل هو الراتب، ما في أي يعني قبل تخطيط خلي تقول تبي تعرف مستقبل وين أفضل أي صناعي، لا لا كان الراتب اللي مكان يعطيك أكثر تروح تشتغل فيه. إنزين أتذكر كنت في وزارة في البنك السعودي لما قدمت حق بنك خليج الدولي كان راتبي وصل 425 دينار، وبنك الخليج الدولي عرض عليه 525 دينار، 100 دينار زيادة. فطبعا 100 دينار يعني أكثر من ربع الراتب هذه. إنزين فرحت انتقلت بنك الخليج الدولي واشتغلت بنك الخليج الدولي لمدة 23 سنة. 23 تدرجت من موظف صغير مسؤول عن قسم عن إدارة قسم القروض المشتركة. إنزين الى ان وصلت نائب الرئيس التنفيذي الاول executive vice president مسؤول عن منطقه الشرق الاوسط ومسؤول عن العلاقات المؤسساتيه والدوليه ومسؤول عن الفروع في الخارج. يعني كانت وظيفه عاليه مثل ما يقولون. نصيحه بنصح اياها، بس قلت انا مين عشان انصح مدير العام؟ كان بالنسبه لي يعني جبل. انزين بس قلت لازم اقول له الكلام. فرجعت كان سكرتير الله يذكرها بالخير ام ناصر، اسمها زكيه ام ناصر، قلت لها ابي اشوف قاضي. قالت لي تبوك شفت انت؟ قلت لي عندي موضوع نسيت اقول لي اياه. انزين تفضل. كلمت تفضل دخلت قلت له ابو احمد اسمح لي معلي بس انا عندي كلام لازم اقول لك اياه. قال لي خير. قلت له شوف انت بعثني لوحدي الى اليمن، واليمن معظم الناس اللي فيه مفسدين فاسدين، وانت ما اعطيتني حد معين للتفاوض. قلت لي اي شيء. أنا كنت ممكن أرجع لك وأقول لك أنا تفاوضت معهم على 37.5%، بس كنت ممكن أرجع لك وأقول لك تفاوضت معهم على 10%، والباقي مبلغ الباقي أتقاسمه أنا مع اليمنيين. كان شيء بسيط جدا أول، لا كان في شو اسمه الأمور هاي اللي KYC والأشياء هذه. زين قلت له ممكن نتقاسم مبلغ أنا واليمنيين، أطلع لي ب 10 مليون دولار فيه وأروح أهاجر في أي محل ثاني. زين قلت له ابو احمد ارجوك مره ثانيه لا تبعث الشخص لوحده وتعطيه مطلق الحريه في التوافق، خلي احد يكون معاه دائما، خلي اثنين يكونون شو اسمه. طالعني هاللون زين وقال لي يعني اوكي. قال لي ما علي احنا نعرف نطرش من زين، احنا نعرف ان نبعث من وثقتنا فيه وهاي. قال لي ما علي بس حاخذ بالي منك في البونس ان شاء الله. وبالفعل ذيك السنه حصلت بونس ما احلمت فيه يعني. زين حصلت بونس لا احلمت الحمد لله. فهاي من القصص اللي اتذكرها. بالفعل كلمت الله يذكره بالخير الدكتور فريد الملك، كان هو الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، وقلت له ان يعني انا ارغب في ان اغير العمل من ملوك دوليه الى بنك محلي. قال لي ما شاء سبحان الله مكالمتك جات كلها توفيق من رب العالمين، كل لان الله يحبك فيوافقك. زين قال لي ما شاء الله يعني انت اتصلت فيني في الوقت المناسب. بالفعل احنا نبعث عن واحد ليرأس قسم العلاقات الدوليه وقسم شؤون الشركات التجاريه، وانا اعرفه طبعا اشتغلنا من بعض في البنك الخليجي الدولي فتره من العمر. فقال لي خلاص تعال نعمل مقابلات وكذا. وبالفعل عملت المقابلات والامور دي كلها وتوظفت البنك كنائب كمساعد مدير عام لشؤون العلاقات الدولية وشؤون الشركات. فاشتغلت من سنة 2002 إلى 2007 في الوظيفة هذه. بعدين في 2007 تقاعد مدير المباشر اللي هو كان نائب المدير العام أستاذ أحمد البنا تقاعد، وعينت أنا محله. فصرت أنا نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات العمل المصرفي. إنزين بزنس جروب. إنزين بعدين في 2008 في ابريل بعد ما صارت ازمه الديون الامريكيه صارت الازمه والبنك تاثر في اشياء كثيره،
الدكتور فريد الملا ترك البنك وعينت انا كنائب للرئيس كنائب للرئيس التنفيذي، مش كنائب اكتنج سي او القائم باعمال الرئيس التنفيذي لمده 6 أشهر. بعدين عينت الرئيس التنفيذي في يمكن في اكتوبر 2017 اذا ما خابتني الذاكره، عينت رئيس تنفيذي وظليت في سوري 2007 اكتوبر 2007. وبعدين ظليت في الوظيفه كرئيس تنفيذي للمجموعه لغايه التقاعد في ابريل 2016. لازم ندفع 500 مليون دولار. طبعا احنا نظمنا امورنا كل شيء، ويعني كان يعني بكره وبعد بكره راح نبعث الانستراكشن، راح نبعث الاوردر مالنا للبنك البنك المسؤول في امريكا عشان يدفع للجهات المعنيه 500 مليون. يعني جاهزين من جميع الجوانب، جاهزين سيوله كل شيء منظمه. وهذه حدثت الازمه وصار في حظر التجول في ذيك الفتره، وانا كنت مرتب ان ازور المستثمرين في بريطانيا تقريبا 17 18 مستثمر علشان اطمنهم واشجعهم في دخول في الصك الجديد. لما راح نعمله بعد ما ندفع هذا راح نعمل صك اخر، اشجعهم للدخول في هذه مع ان الاوضاع سيئه، لكن عشان اطمنهم يعني زين، واحاول ان اكسب مثل ما يقولون قبولهم. صار حظر التجول وانا كنت مفروض اسافر بكره صار في حظر التجول. زين شو اسوي؟ شلون اسوي كذا؟ هل اسافر ولا اتم في البحرين؟ في امور كثيره. اللي فكرت فيه شخصيا انه وجودي في البحرين مهم في الاوضاع هذه، حظر التجول، زبائن وكذا، لكن وجودي مع المستثمرين الاجانب اهم لتضمينهم وحق مستقبل البنك. 500 مليون دولار مهمه جدا. في البحرين ان شاء الله المساعدين بيقومون بالواجب زين، لكن في الخارج ما في حد يقدر يقوم محلي زين. فاذكر اتصلت في الاخ طيب ذكر ان شاء الله الاخ مراد علي مراد رئيس المجلس، وقلت له ابو علي كنيت ابو علي، قلت له ابو علي الوضع كذا 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 كذا، وقال لي ايش رايك انت؟ قلت له انا رايي ان احاول اسافر. قال لي بس شلون تقدر تسافر في حظر التجول وكذا؟ قلت له اتصلت المطار مفتوح، شلون راح اصل المطار؟ ان شاء الله ندبر امورنا، مش مشكله زين، لكن المطار مفتوح اقدر اسافر وعندي الحج والطياره طالع، يعني ما وقف الطيران ولا شيء زين. قال لي انا اعتقد ان صح كلامك انك تكون موجود مع المستثمرين اهم من البحرين، احنا موجودين بالبحرين، لا تحمل هم البنك في البحرين، توكل على الله وشوف ليش اسمه. المهم بالفعل طلعنا من طرق جانبيه عشان نتفادى نقاط التفتيش، والله يذكره بالخير السائق مالي كان فوزي المالكي، يعرف دواعيس البحرين من احسن ما يكون زين. بعض نقاط التفتيش وقفوني لما نقول لهم ان انا فلان وكذا، واراويهم بطاقتي، يعني كانوا يسهلون الامر، يعني اراويهم تذكره الطائره ويسهلون الامر. المهم وصلنا المطار سافرت، وكان هذا المستثمر مبلغ 20 مليون دولار في الصك هذه زين، في السند هذه زين. فالمهم رحت الفندق غيرت لبست بدلتي وطلعت راسا على الاجتماع، وصلت عنده 9 دقائق يعني عند باب المكتب، ودلوني على باب المكتب. رحت عند باب المكتب، كان باب المكتب مفتوح نص فتحه اللون، فخبطت دخلت، كان هو ورا الطاوله رفع راسه وقال لي نعم بالانجليزي نعم. عرفت انه مش عارفني، مش عارف انه عنده موعد معايا زين. قلت له انا فلان فلان من البحرين، عندي موعد معك الساعه 9. طبعا قام من على كرسي وجاني قال لي معقول قدرت تطلع من البحرين؟ كان يتابع الاخبار في البحرين في CNN وفي الجزيره وفي ما اعرف وين وهذه زين. قال لي عندكم فوضى في البحرين، شلون قدرت تسافر؟ ما توقعت، توقعت اجتماع القي انزين، يعني اكيد راح يلقى لك ما راح تقدر تسافر. قلت الحمد لله سافرت انزين وانا موجود هني. فجلسنا على هاللون طاولات وعنده تليفون على الطرف، رفع السماعه تكلم بالايراني، الظاهر كان هو ايراني الاصل انزين، وانا افهم ايراني انزين. فقال له، قال حق الشخص اللي كلمه قال له اصبر لا تعمل العمليه خبرتك عنها، بس اصبر معي حط السماعه بس. المهم ايش اللي حصل وهذا؟ قلت له والله شيلي الموضوع على ايش. قال شلون رحت؟ اكيد ما راح تقدرون ترفعون المبلغ. قلت له احنا اوريدي اليوم راح يطلع انستركشن حق البنك في امريكا، البنك المراسل عشان يدفع صحيح؟ قلت له راح يدفع ما في اي شيء صح؟ قلت له رفع السماعه ثاني قال له دونت سيل هولد بالايراني زين، لا تبيع وقف زين. حط السماعه مره ثانيه تكلمني، شرحت له عن الازمه ايش صار في البحرين، وقلت له طمنته وهاللون، قلت له نبي دعمكم حق المستقبل وخلاص. طلعت بعدين من الاجتماع راح اسوي الاجتماعات الثانيه. على الظهر كلمني
لان خلاص جاهم اشعار انه راح يدفع لكم المبلغ في حسابكم بعد يومين. كلمني قال يمكن نطلع نتغدى ونتعشى مع بعض ودي. قلت له والله للاسف انا عندي 17 سماع في 3 ايام مشغول طول حد طول اليوم. زين قلت له للاسف. قال لي زين تفطر. قلت له فطور ممكن بس من فضلك تعالي انت الفندق عندي عشان تحركاتي هاي ما بي اتاخر كثير. قال لي ان شاء الله. جاني على الفطور قال لي انا يعني ممنون لك احنا كنا بنبيع السند هذه ب 40% ديسكاونت يعني راح نخسر في العمليه 8 مليون دولار. انت وصولك في الوقت المناسب نقذني من خساره 8 مليون دولار. لما قلت لي شو اسمه قلت له انا عارف كلمت شو اسمه. قال لي شلون تعرفت؟ قلت سمعت كلمت بالايراني. قلت انا افهم ايراني. وصلنا صحبه مع بعض وصلنا صغاء مع بعض. وهذه يعني الدرس الواحد يصير انه الحدث اللي يسويه في الوقت المناسب مهم جدا. مثل ما اقول الوقت فلوس. يعني لو انا متاخر عليه نص ساعه يمكن باع خسر 8 مليون دولار. الله كريم طبعا الله. يعني ليش ايش اللي خلاني اول اجتماع يكون معاه؟ هاي كله تدبير الخالق. زين تدبير الخالق يبي يحفظ البنك ويحفظ العاملين على البنك الحمد لله. زين طبعا انا تزوجت زوجتي وعيالي صفيه. زين وهي شريكه حياتي. زين يعني انا كنت حتى في التليفون مده طويله اسميها بارتنر ما اسميها زوجه ولا شيء. شريكه حياتي يعني هي اللي قامت بدور العائله من الف الى الياء. انا كنت مركز على عملي وهذه من لما اقول هي احد اهم اسباب نجاحي بعد الله سبحانه وتعالى. زين بالفعل سندها ووقوفها معي في كل امور البيت حتى سياره تحتاج تروح جراج حجره تحتاج دهان اي شيء كل اللي هي تقوم فيه مجرد تستشيرني. وبعدين في الليل لما نرجع عندنا كانت عاده يوميه ان احنا نطلع يوميه نطلع في السياره لمده ساعه واحده. انزين نتكلم فيه عن ايش اللي حصل اليوم وايش اللي احتاج اشياء تحتاج. هذه حتى هذه الطلعه الليليه لها مسمى عندنا نسميه صيدليه. ليش نسميه صيدليه؟ بعد قصه ظريفه. لما الاطفال كانوا صغار ونهجهم بالليل بعد ما نوم كانوا يبكون ما يريدون الجماعه. نقول لهم لا احنا بنروح الصيدليه ناخذ دواء ونرجع. طبعا الصيدليه دواء اوكي يقتنعون. انزين بس خلاص مش الصيدليه اي يا بابا كل يوم صيدليه كل يوم صيدليه. خلاص ماشي الى اليوم نسميه صيدليه. انزين نطلع نتكلم نفضفض وتقول لي يعني ايه اللي حصل واقول له يعني ايه اللي حصل ونتدارس. اتذكر الله يسلمك طبعا انا تزوجت زوجتي في سنه 1979 والله ما رزقنا باولاد الى قرايه 1987 جاني اول ولد اللي هو طارق. في اثناءها كنا نتابع الاطباء عشان نشوف ايش الخلل. بعد فتره من المتابعه معاه قال خلاص انا هذه اخر زياره لي معاكم من بعد من الاسبوع القادم راح انتقل بريطانيا راح اشتغل في بريطانيا هناك. هو جنوب افريقيا الدكتور. واذا حبيت هذه عنواني في بريطانيا تحبيت تعدي علي في بريطانيا اذا زرت بريطانيا عشان نتابع الحاله معاك من هناك. قلت له ان شاء الله. اخذت الكارت ماله بس ما حطيت في بالي اني اروح لان زين. وبالفعل احنا كنا بنروح في زياره لاخو زوجتي كان يدرس في ليفربول بنروح له بعد شهر تقريبا. رحنا ليفربول زرنا اخو زوجتي وكنا احنا مجموعه انا وزوجتي واخوها واختها ومجموعه بعد من الاخرين معنا. بعد ما خلصنا زيارتنا لليفربول رجعنا لندن. الافراد العائله الاخرين كانوا طردتهم يومين او ثلاثه قبلنا فرجعوا. احنا ضلينا حسينا بوحده شوي كنا مجموعه وكذا حسينا بوحده. فاقول حق زوجتي ايش رايك ما دام عندنا وقت نروح حق الدكتور إريك سايمون عشان نشوف يمكن يكون عندهم في لندن يعني عندهم طريقه ولا حل. قالت اوكي. فعملنا موعد رحنا يوم الثاني. باقي على السفر 3 ايام. رحنا اليوم باقي يومين اخرين يعني بكره راح نروح باقي يومين اخرين. عندي دكتور يعمل في مستشفى هيومانا هوسبيتال اسمه. قال هاي دكتور شاطر ويعني انصح تروحون تشوفونه لان الخلل اللي عند زوجتك في تخصص الدكتور هذه. قلنا له بس احنا مسافرين بعد يومين وما عندنا وقت يعني. قال لا راح اعمل لكم ان شاء الله موعد بكره. سوى اتصالات وبالفعل موعد بكره الساعه كان تقريبا 5 في الليل المغرب هاللون. رحنا فعمل فحوصات عمل كل حاجه وهذه. قال القضيه بسيطه عنده هرمون معين زايد نشاطه فيقتل الجنين اول ما يتكون لانه كان زوجتي تحمل لكنه يسقط الجنين راسا. فقال هاي دكتور متخصص روحوا عنده. رحنا له بالفعل زرناه وشاف الكيس وكل شيء وهذه وصف له دواء من ضمن الادويه كانت حبه كل يوم من 6 اشهر فنحتاج 180 حبه.
وحتى ذكر في التقرير أن بعد انتهاء 6 أشهر راح تحمل، وبعد ما تحمل راح تأخذ الدواء هذا عشان يثبت الجنين. سبحان الله، هاي كلها من بيد رب العالمين. بالفعل بعد 180 يوم تأكد أنها كانت حامل، وأخذت الأدوية هاي يثبت الجنين، وجانا طار الحمد لله صاحي من أحسن ما يمكن. القصة وين أو الطرفة وين؟ الطرفة أنه لما ذكر أنه 180 حبة، رحنا الصيدلية، احنا خلصنا من عنده، هو بعد ما عمل فحوصات وكذا خلصنا على الساعة 7، رحنا الصيدلية، كان الشتر نسميه احنا الباب الخارجي منزل النص، فدخلت انا وطيت راسي ودخلت عنده، قلت له جاي اصرف الدواء هذا، قال لي انا سكرت الحين، قلت له من فضلك ارجوك، لان احنا بكره مسافرين، احنا صار خلاص بكره السفر، انزين بكره الساعة 10 الصبح الطيارة، انزين قال لي لا والله انا سكرت، قلت له زين ارجوك وضعي كذا كذا، انزين قال لي الشخص المحاسب ياخذ الفلوس وهذا راح ما اقدر اسوي لك شيء، تعال بكره، قلت له انا بكره طيارتي الساعه 10 وهاللون، قال لي تعال، قلت انت تفتح الساعه 9 ما راح يعني 9 8 لازم اكون في المطار، كان راجل عجوز شوي انجليزي طلع فيه اللون، حس بسرقي في الموضوع، فقال لي زين انا عشان خاطرك انت حتفتح بكره الساعه 7 الصبح، وحتصل في الشخص هذا عشان يجي الساعه 7 الصبح عشان يصرف لك الدواء، زين تعال بالتاكسي خليه يستني عندي اصرف الدواء كلها 10 دقائق نصرف الدواء وروح المطار، قلت له زين. بالفعل عملنا هاي، اخذنا نصيحته وعملنا هذا، رجعت ليوم ثاني اعطيت الروشته صرف الدواء 180 حبه، سالته بكم، انا كان في جيبي يعني مبلغ بسيط في جيبي يمكن 70-80 جنيه، زين 40 جنيه اثناء كان التاكسي يكلف 40 جنيه، الان التاكسي يكلف 150 جنيه للمطار، اثناء كان يكلف 35-37 جنيه، فكنت بخلي 40 جنيه جنبه حق التاكسي، طبعا ايامها ما كان في كريدت كارد بنفيتس وما اعرف ايش، زين جنب ال 40 جنيه حق هذه، بعدين مخلي لي 15-20 جنيه عشان الحماليين عشان الاشياء هذه، زين ويمكن خليت 20 جنيه جهه واحده عشان الدواء. تريت من اجيب للحين؟ قلت له دو يو اكسبت كريدت كارد؟ تقبل كريدت كارد؟ قال لي اي بس اقبل فيزا او ماستر كارد، وانا كان عندي امريكان اكسبرس. قلت له امريكان اكسبرس؟ قال لا امريكان اكسبرس ما نقبله، يا فيزا يا ماستر كارد. قلت له وانا اصلا اول مره اسمع عن فيزا وماستر كارد اثناءها، زين قلت انا عندي امريكان كريدت كارد بالنسبه لي امريكان اكسبرس ما في شيء ثاني، زين قال لا ما اقبل، زين تقبل شيكات؟ قال لي اي اقبل شيك. فرجعت العربية طلعت من الشنطة دفتر شيكات وجيت فتحت الدفتر قلت له عشان أسأل أكتب باسم من، شاف الشيك قال لي هاي الشيك قريب علي، مين صادر هذه الشيكات؟ قلت له هاي البنك البريطاني الشرق الأوسط اسمه بريتش بانك أوف ميدل إيست بي بي إم إي، كان في البحرين الحين صار إتش إس بي سي، كان قبل بي بي إم إي. قلت له هذه البنك البريطاني الشرق الأوسط؟ قال لي هاي موجود في بريطانيا. قلت له هاي في البحرين؟ قال لي لا ما اقدر اقبل شيك مطروب على بنك في البحرين، لازم شيك مطروب على بنك في لندن في 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 بريطانيا. قلت له لا للاسف ما عندي، ايش الحل؟ قال لي ما اعرف الحل عندك انت. قلت له شوف انا عندي مبلغ من المال بسيط بشتري بالدواء بالمبلغ المتبقي عندي، انا قلت خلاص بجنب 40 جنيه في التاكسي وبنروح والباقي المبلغ بشتري في الدواء، بتعطيني جزء من الدواء يمكن تعطيني 20 حباية ولا 25 حباية راح استمر فيه ابتدي العلاج فيهم، وبعدين حد نشوف لنا حد جاي لنده ولا شنو المصير الباقي نعطي له فلوس. قال لي as you like مثل ما تحب، اوكي فاين هاو ماتش ماني يو هاف جوت؟ قلت له لحظة طلعت المحفظة طلعت، قال لي يو هاف تو ماتش ماني؟ قلت له نو ذيس از فور تاكسي، طلعت 40 جنيه التاكسي باقي عندي كان يمكن 30 ولا 40. قال لي تو ماتش ماني؟ قلت له only 30 pounds ولا 40 pounds؟ قال لي yes there's more than enough، أكثر من اللازم هذه. قلت له أنت قلت لي 382؟ قال لي no it's 3 pounds 82 pence، وأنا فاهم عليه 382 pounds، ولا معقول 180 حبة بتجيب لي طفل 3 pounds و82 cents؟ مش معقول يعني رخيص جدا جدا يطلع. قال لي لا 3 pounds 82 only. طبعا الحمد لله اخذت الدواء كله ورجعت وجانا طارق بعد 9 أشهر والحمد لله. فهذه من المهم طارق ومروان عندي وهند، طارق في سنه 87 ومروان 89 وهند في سنه 95 ولدوا. قصه هند ايضا قصه يعني حلوه، انزين احنا كان عندنا طارق ومروان كنا مكتفين بالاثنين، انزين يوم من الايام كان عندي عم اسمه يوسف الله يرحمه كان المدير التجاري في بنك في ستاندرد تشارتر بنك، ازوره باستمرار انا اروح للبيت.
في أحد زياراتي الأخيرة له إنزين قبل ما يتوفى، لا قبل بكثير ما يتوفى، زرته في البيت وكان جالس لوحده في الصالة يشرب شاي ماله وهاللون، وأولاده مش حواليه. عادة لما أروح الأولاد دائما حواليه، إنزين عنده هو ولدين وبنتين. فأقول لها عمي أبو يعقوب الكنيتة، أقول لها عمي أبو يعقوب وين بروحك قاعد وين؟ قال لي زوجتي طلعت راحت عند أختها تزورها، والأولاد طبعا بعد ما تزوجوا كل واحد راح في بيت بروحه، انتقل لبيت بروحه. وعندي ثنتين من البنات، بنت واحد تزوجها واحد قطري وراحت تعيش معاه في قطر، عندي البنت الأخيرة بثينة موجودة بس طلعت الحين مع زوجها، طلعوا مري وين راحوا ونزين، فما في أحد في البيت. المهم قعدنا ما شربنا الشاي خلصنا طلعنا، فطلعت أقول حق زوجتي أقول له شوفي الأولاد الصبيان راح يتركون لما نكبر، ما راح يكون عندنا حد، لازم نجيب لنا بنت. قالت إيش يضمن إن يجينا بنت؟ يمكن يجينا ولد. قلت نحن نشتغل على يعني الطفل، والله كريم اللي يجينا من رب العالمين، ندعي والله يجينا من رب العالمين يجينا إن شاء الله. بالفعل جاتنا هند. قلت إن البنت هي اللي تكون حوالي العائلة، هي اللي تجيب الأهل، إنزين تجيب الزوج ناحية بيت الأهل. بالفعل جاتنا هند الحمد لله، والله أكرمنا بهند. الاتكال على الله ومخافة الله لعملك هي أهم أسباب نجاحك ترى، لأن صارت لي قصة كنت ممكن يعني أخالف شرع الله ولكن أمشي بسرعة في الموضوع، إنزين يعني خلينا نقول في 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 انطلاقة أسرع لش اسمه، لكن عليت مثل ما يقول اخترت إنه لا ما أدخل في المجال هذه، وأظل محلل وعثى بعد 50 سنة ما أصير رئيس تنفيذي مش مشكلة، لكن الله وفقني وخلاني أصير رئيس تنفيذي أسرع من لو دخلت في 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 السيستم في الحاله اللي لا ترضى رب العالمين. مخافه مثال اليمن، مثال يمن، ولا في مثال اكثر يعني من ما يقول برهنه حق الموضوع هاي، بس للاسف قصه حساسه ما اقدر اذكرها. لا ما اقدر اذكرها.